عايزك كده تاكل ايه؟ تاكل تاكل كده، تاكل ثانيه، تاكل. بص انا عاوزك تاكل ما تاكلهاش كامل، كل كل منها طن. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا هعمل تحدي، انا وستيفن هنعمل التحدي. التحدي عباره عن ايه؟ عباره عن انا هقول له حاجه وهو او هو هيقول لي حاجه، ولو انا ما عرفتش اجاوب عليها يبقى كده هاكل بصلاية. تمام عارفين. وهو ليه 3 محاولات وانا ليا 3 محاولات، يعني كل سؤال ليه 3 محاولات. خلصت الثلاث محاولات وما عرفش يجاوب على السؤال او استسلم، هاكل بصلاية. هياكل قطمة بصلاية. ماشي. هي لهوي اصلا ريحتها، لا 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 حرقت عيني، اصلا حرقت عيني، انا مش عارف اسجل بسبب حرقت عيني. ماشي ماشي، هنعمل حركه ورقه حجر ورقه مقص، واللي هيكسب هو اللي هيبتدي. ماشي. حجره ورقه مقص. حجره ورقه مقص. كسرتني. نفس بصوا انا كنت لسه بعمل فيديو قبليه بس باظ، كنا بنقول ايه تفاهه، ما لسه ما قطعناش ولا قطمه. بصوا بصوا ما قطمناش ولا قطمه، وهي نص كل واحد نص. ماشي قولي انت بقى، قولي اللي بقى فزوره صعبه مش زي اللي فات. صعبه نار. في واحد اشترى كمبيوتر وتليفون وفلس خالص، ما بقاش عنده ولا جنيه، اشتراهم لقاهم متفيروسين وبايظين. حقه بقى يعمل ايه؟ حقه يعمل ايه؟ حقه يعمل ايه؟ ما يشتريش. حقه يعمل ايه يعني؟ هيكون ما يشتريش. ماشي صح. حاضر. دي بقى دي دي دي, دي حلوه بقى. عيل صغير ابوه وامه سابوه مشيوا، وكان في كبريت وقع على الارض. ابوه وامه سابوه مشيوا ونسيوه بقى، فهو ولع الكبريت ولع البيت يعني كان وبعديها ابوه وامه شافوا البيت بيتحرق. دي بقى مختلفه. ويعملوا لازم يعملوا ايه الناس؟ ايه هم هم يتصلوا بالاسعاف. يم. لا بقى ازاي 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 بامانه ازاي؟ علشان انا بس قلتها مختلفه. لا كان لو كنت قلت له كان حقهم يعملوا ايه، كان هيقول لي ما يخرجوش من البيت ويسيبوه، او كان هيقول لي مش هيسيبوا الكبريتة على الارض. صح. كنت ممكن اقول الحاجات دي بس انا قلت الصح، اتصل بالاسعاف. ماشي قولي بقى انت واحد. لسه ما قطبناش من ساعة الفيديو اللي بوظ. يا ربي صعبة دي، صعبة 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 اللي انت هتقولها لي. لا مش عارف بس تكون يعني حقه يعمل ايه، اللي هي كأنه يرجع بالزمن. لا ما تقوليش دي. نعم. يعني حقه يعمل ايه عشان يصلح غلطه. كان في واحد عمال اقطع في البصلاية. انا هاكل الحته اللي انا قطعتها دي، انا هاكلها لاني بوظتها. وانا كمان قطعت دي. يلا يلا كمل. ماشي. كان يعني في ولد صغير، فهو نزل لوحده وكان عايز يجيب حاجه من غير ما هم يعرفوا. نزل لوحده وكان عايز يجيب حاجه من غير ما هم يعرفوا. وبعديها جه حرامي وخده. حق بقى يعمل ايه؟ اللي يعمل الود يضرب الحرام. صح ولا غلط؟ لا. كان حقه ما يخرجش ولا يجيب حاجه. صح. يا ربي بقى يا رب يا ما تجيبش الحاجات السهله دي بقى. ماشي بس انت بقى دورك، انا عايز حاجه صعبه نار. ماشي نار. ماشي ماشي افكر. او ممكن مش انت قطعت حتى من بصلتك؟ مالكش دعوه. قطعت. انا قطعت. نخلص البصلية بعدها نخلص الحتة. غمض عينك.
غمض عينك. ما بشوفش. ما تفتحش. ماشي مغمضة اهو. دي الدودة. ما تبصش. ما تبصش. عارفين الوان؟ هسأله الوان الدودة دي ايه؟ ماشي؟ الوانها. مش لازم يقول لون كذا وبعديها كذا وبعديها يعيد نفس اللون، لا يقول الوانها عادي. تمام؟ دي اصعب حاجة. ده سؤال مش فاضي. يلا قول. ماشي. ايه لون الدودة اللي عندنا العروسة؟ ولا هتقدر. هتغلط في ثانية. اقولها صفرة. طب ما تبصش وقول انت مغمض عشان اعرف. ماشي. اصلا هي واخده كل الالوان. صفرة صح. بعديها هتغلط في لون هتجيب الثلاثة. هتغلط في ثلاث الوان هتغلط. بعديها خضرة صح. حمرة صح. ايه ده صح؟ انت باصص؟ لا مش باصص بجد. بعديها صفرة. صفرة تاني؟ متأكد ده غلطت في لون لان مفيش صفرتين اصلا. خضرة. خضرة انت قلت اخضر يبقى انت غلطت. بس خضرة انت قلت ابيض. ابيض 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 مفيش ابيض. لا يبقى انت غلطت في اللون. لا مفيش ابيض صدقني. اللون الطول بتاعها هو قصده على الوش. لا مش على الوش. يبقى انت غلطت كده في واحدة. هو كرر اللونين يعني مش غلطة يعني تعتبر. لون ايه؟ احمر. قلت احمر تاني. بس يعني انا كده قلت كل الالوان. لا ولسه فيه. هتستسلم؟ زرقاء صح. انت لا انت بتبص. لا مش ببص. صفرة انت قلت. بس برضو لازم يكون في اتنين. صفرة لا ما اتنين. لا انت هي لون. هتستسلم؟ انا كده خلت كتير. انت قلت ايه؟ لا لسه في لون اخر لون. ابيض لان في ابيض. انا لا ده يبقى خضره. ده قصده على الوش يا شباب. لا مش خضره. ما انت قلت خضره الف مره. هتستسلم اكيد. دي بقى اللي بعديها. ده اكيد مش سودة. اكيد مفيش اسود اصلا. في اسود يا جماعة؟ مفيش اي اسود. اي اسود مفيش. استسلمت. كان ايه؟ استنى. اورانج. لا ثانية. بص عايزك كده تاكل ايه؟ تاكل كده. تاكل ثانية. تاكل. بص انا عاوزك تاكل. ما تاكلهاش كده. كل منها طن. يلا كمل. لا مش من هنا. من الطرف كده. ايوه كمل. كل حتة تانية. طعمها حرقة. بس حلوة شوية يعني. حلوة زي. ماشي. قولي سؤال. لا بقى يكون سؤال زي اللي انا عملته لك. عن الوان وحاجات او حاجة زي كده. مش غمض عينك. ماشي. بصوا يا شباب. هوريكم حاجة. استنى ما تبصش. ساعة. بصوا. ايه. استنى. يلا بص. لا ما تبصش. اني الوان. الوان ايه؟ حطت البصل. الوان المخده. الوان ايه؟ مخده.
طب زلمتك اول يعني. لون يلا اول لون بني صح ما تخلينيش ابص ماشي بني او تاني لون ازرق اعتقد ازرق غلط ادي اول لون ابيض صح كده الالوان صح ابيض اصلا صح. هو خلاني اشوف حته يعني بصراحه عشان خلاني اشوف البني ازرق شفاف خالص غلط لا كده غلطتين انا مش بقول على المخدة الطويلة ما انا عارف ماشي احمر غلط كان ده طب ابيض ده ابيض ابيض بني طب ما انا قلت ابيض ده بني غامق بني شفاف طب كل دي الوان يعني بجد حرام بجد حرام بجد حرام بني. طب خلاص خلاص كفايه ماشي اخر ايدي لاني مسكت الدوده يلا كل بصلايا لا انا عارفه يلا يا ما ينفعش تشرب مية طب اقول لكم حاجة يا شباب لما قفلت الكاميرا هو شرب مية شفت نقطة كده تحرق الزور استحمل بقى اخر تحدي اخر سؤال عليك وعلي ماشي قول لا انا اللي اقول لك انا غمض عيني ماشي مكتوب على الكتابة بص صح 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 ما تبصش نسيت اخبيه لا 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 التليفون يلا قول لونه اسود اسود ماشي في بيطلع ايه بيطلع لون احمر ماشي ايه مكتوب عليه كتابه بلون ابيض قصدي ايه ابيض 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 وايه ابيض 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 مخطط عليه لون ايه مخطط عليه لون اسود ماشي وعليه لون تاني ايه هو مخطط لون واحد صح نجح انا بقى اخر حاجه انا وريني بقى كان عامل ازاي مش لازم يلا كمل يلا يلا ماشي غمض عينك اكلي حاجه صعبه بقى ماشي استنى ما بصش يلا السكينة بص بص سكينة سكينة ايه لونها ابيض ولونها بني على طول صح بس لو حدش يمسك السكينة عشان ما يتعورش يعني اهو السكينة ايه شباب بعدها محدش يعمل حاجة بالسكينة او كده علشان ممكن يتعور ادي اهي بصليتي دي بصليتي دي اهي بصليت حط قطمها فين القطمة ده ما قطمش ده ما قطمش ايه ده كان منها حتة بصوا انا اكلت قد ايه بصوا يعني بصوا انا اكلت قد ايه بصوا هو كل قد ايه بصوا بقى شوفوا كده بصوا يعني بصوا الفرق بس كان طعمها بصراحه مش حلو وطبعا يا جماعه انا هقف لحد هنا ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد منا فيلا سلام.